وهذه إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، ما زلنا كنقل لكم المرحلة الرابعة. إذا كملنا هذه غتبقى لنا واحد البودرة مع فريق أو فريق كامل، ومازال سهرانين الليلة كاملة مع هذا المشروع الكبير. من بعد ما دوزوا لنا البودرة الأولى بنجاح والثانية والثالثة، البودرة الرابعة هي جاية طالعة نفس الطريقة اللي كانت مع الجنرال غوتيير، هي نفس الطريقة اللي غاديين معها. كاينين هنا خمسة، وكاينين خمسة هي في التوتال غيكونوا هنا 10. اذا غتكونوا خمسة في خمسة في خمسة في خمسة خمسة. اسمع اش كدير، اسمع هاد البود، هاد اخواني اخواتي هاد القروة راه عندها البيلوت ديالها خاص، وراه كتقرا في السونتر ديال الصخيرات. هاد الجروف، هاد الجروف، الجروف 450، هادي 450 طن كتضرب، هادي راه 450 طن، راه هي اكبر وحده. راه كاينه وحده اخرى كبار منها، وكاينه وحده صغر منها ديال بي بي ام. هادي الجروف، والبي بي ام اللي كنا شفنا مع الجي تي ار اللي كيركبوا بهم، مع كيركبوا بهم هذوك لي بري، هذوك لي دالو مع الجي تي ار ديال تيكني بريفا. هادوك جابوا البي بي ام، هادو جابوا الجروف. وهاد الجروف هي، هاد الجروف هي اللي خدموا بها مع في لوطوروت ليه نفسها، حيت الا ما كانش قروه كبيره ما يمكنش. عرفتي شحال من طون هادي فيها ديال سميتو؟ راه 22 متر على 2 متر في الطول، على متر و60، على متر و60. شو الا باقيين عقلتوا عليهم كيفاش كانوا كيتحطوا وكيفاش تشبكوا وكيفاش تحطاش. اذا البودره الرابعه هي هادي، شدت لينا البلاصه ديالتها. ماشي سهل، راه ماشي سهل، ماشي سهل اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء. القروار عند البيلوت ديالها باش تجيبها محطوطه في البلاصه وتحطها، انا مازال خص يكون عندك تجربه. وهاد القروه قد ما هي كما كنت شرحت لكم، باقيين كتعقلوا؟ قد ما كتكون خارجه التلسكوب في الطول، قد ما الكيلوات هنايا لي طون كينقصوا، وقد ما كتكون طالعه بحال هكا حيت دابا شتيها طالعه، قد ما كيكونوا الكيلوات دوك لي طون زايدين. دابا الا كانت واقفه موقف الراس ديالها بحال هكا في العلو، في العلو ما كاين مشكل، ولكن الا طيحات لا فلاش، هاد الطيحات هادي اللي هكا طيحاتها لتحت كتولي غادي عموديا، كتنقص ليها، كتنقص في الكيلوات، كتنقص في الكيلوات. راه كنت شرحتها لكم في طنجه، في طنجه ملي كنت مشيت لطنجه في التريمي ديال طنجه مع التطراف، كانت تما واحد القروه تابعه للدراري ديال التك ديال البومبه ديال الماء، باش كانوا هبطوا ديك البومبه في البير. وكنت شرحت لكم هذوك لي زيطاب ديالهم كيفاش دايرين. هنايا التقنيين ومهندسين، شو تقنيين ومهندسين، وكاين معنا الناس ديال السيكوريتي، وكاين تما كاينه عادل ديال لا دي ام يوسف، يلا تحرك. مشى بالسياره ديالو شوف لهاد الجيه حيت مراقبين من هاد الجيه، الناس كيحاولوا يدوزوهم للطريق الاخرى اللي من ليه، وكيعلموا الناس من هنا اللي جايين من هنا. كاينين جوج، كاينه سياره من هنا وكاينه سياره اخرى من هنايا، هي في المجموع كاين عندنا جوج ديال السيارات. وعندنا الدرك الملكي يبانوا لكم، راه هي البلاصه الزرقاء ديالتهم، وكاين الدرك الملكي تما كاينه، وكاين الدرك الملكي من هاد الجهه على جهتي. اذا كاين عندنا لا بيرمانونس الليله، وغادي تسهروا معنا ايها الطيبون الرائعون، وغادي تشوفوا معنا
العملية ديال الإنزال كيفاش دايرة. كاين تما كاينة مازال غادي يجيبوا واحد ما بين هاد البودرة وهاد البودرة، كاين هذا كيبقى هنا خاوي، وهذيك الخاوية كيجيبوا واحد لي بريدال مصاوبين واحد الطريقة عاوتاني فنية رائعة، وكيحطوا واحدة وهي نفس الطريقة اللي كنا شفنا مع ليكيب ديال سي بروف مع الألفية، وتحية خالصة الناس ديال الألفية لي زاميريكا، شكرا على الدورة التدريبية اللي كنتو درتو لينا في حي الرياض، استفدنا منها مزيان مزيان مزيان، شكرا لكم بزاف 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 بزاف، بارك الله فيكم، شكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف، تحية تحية خالصة الناس ديال الألفية كاملين واحد واحد. هانتوما هما هذيك الألفية ميريكان، واحد ميريكانيين وفيهم مغاربة، وكيبنيو هادشي ديال المدارس، وكيبنيو هادشي ديال سمعتوني اخوتي، وكيبنيو هادشي ديال الخيريات، وكيبنيو هادشي ديال وزينات، هما اللي بناو الوزين ديال الصخيرات وشي حاجة في برشيد وفي النواحي ديال كازا والزين، كاين عندهم واحد مجموعة ديال البروجيات، مجموعة ديال البروجيات، الله يسر لهم الأمور، رفعونا بزاف، فوالا. إذن عندنا البودرة الرابعة، نطلع لكم من هنايا باش تشوفوا، نهبط لكم من التحت، مرة جاية غنشد لكم الفيديو من اللي لتحت من اللي باش تاخدوا فكرة. دابا عندنا الفيديو الأولاني، شوفوا دابا شحال كتاخد 10 ديال الدقائق عندهم باش كيحطوا البودرة، تبارك الله ما شاء الله. شكون شنو كيعني هادشي؟ كيعني أن هناك تجربة، شنو كيعني؟ كيعني بأن هناك هنا لاكادونس طالعة بزاف، لاكادونس طالعة بزاف، هاد البودرة راه ما عندها حتى 3 شهور ميم با، تحفروا ليها الساسات ووقفوا ليها هادوك البودة سميتها، وداروا ليها الشوفيطرات، وداروا ليها لي بوتر الغلاد، وداروا ليها هادوك البودرات لي غون هادوك المدورين، وداروا ليها البودرات الأعراض، ماشي ساهل اخوتي، راه الخدمة هنايا الحراق هي نايضة في الرباط والنواحي، ومازال غادي تشوفوا معنا نفق المفاجأة، المفاجأة غادي تشوفوها إن شاء الله الرحمن الرحيم، معنا نفق المفاجأة في 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 في, 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 في الرباط، وكاين معنا خلينا اليوم السابع، اليوم غيكون الثامن ديال هاديك الطريق اللي كيبنيو فيها، اللي كاينة ديال الطريق الجديدة اللي كيديرو فيها، تما كاينة راه تقريبا 200 متر على 30 متر، ضربوها في ست ايام اخوتي، راه صورتها لكم من النهار الاول اللي تصورات وهي غادية، هانتوما غاديين معكم حاجة بحاجة، هذاك راه السدور تبارك الله ما شاء الله، مكلف بالسدور، باللباس ديال السدور، الماتريال ديالو تبارك الله ما شاء الله، كل ما هي حاجة، هانتوما خوتي، وهذا هو الوحش، الوحش الخارق، وهادي شو هادي هي اللي في الدخلة، كيكونوا جوج، نصلي عليك يا رسول الله، كيكونوا جوج، كتكون وحدة في لونطري، وكتكون وحدة في الصورتي، هادي إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء. غير غادي نمشيو دابا ملي وصلنا للتكنيك، ملي سالينا من الحفير وسالينا من البودرات والشوفيطرات، ودابا لي بوس وغنحطو هاد لي بوتر، غادي ندخلو للتيم تكنيك، هنا في التيم تكنيك في الوقت اللي غادي يجيبو لينا لي بريدال، غنشوفهم كيفاش غيحطو هادوك لي بريدال، وغادي نشوفو معرفتش واش غيكونو معاهم الداري ليكيب ديال البركاني، ولا معرفتش شكون شاد معاهم في الحديد. البركاني هما اللي شادين، هما الجواكريه ديال اللي كيخدموا في التريميات مع الهلاوي اون باراليل، وراك شفتوا الخدمه ديالتهم، عندهم 4 ديال الجروبات، كاين عندهم 4 ديال الجروبات، كيخدموا بالليل وبالنهار تبارك الله ما شاء الله، الله يسر لهم الامور. اذا كما كتشوفوا
مازال غادي معكم والسهره مازالت مستمره والبودره الربعيه ركبت وشدت بلاصتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خوتي حبيبي صحابي خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك ونفشت.